لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فهذا هو الدرس 20 من سلسلة الدروس المقررة في شرح متن العقيدة الطحاوية. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قوله: وذلك من عقد الإيمان، المشار إليه في قوله وذلك كلامه السابق في القدر، فالإيمان به من الإيمان، إذ الإيمان بالقدر من أركان الإيمان. وفي حديث جبريل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فأخبرني عن الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قوله: وأصول المعرفة، أي العلم بالقدر من أصول المعرفة بالله وشرعه. قوله: والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، الإيمان بتوحيد الله وربوبيته لا يكون إلا بالإيمان بما له سبحانه من صفات، ومن تلكم الصفات العلم والخلق والمشيئة. فمن آمن بالله تعالى ولم يؤمن بالقدر لم يحقق التوحيد والإيمان بالربوبية، لأن إنكار القدر إنكار لعلم الله تعالى وخلقه ومشيئته، وإنكار لبعض هذه الأوصاف. ومن اعترف بالقدر فقد اعترف بالقدر وبما له سبحانه من صفات، فقد اعترف بربوبية الله سبحانه وتعالى. وفي هذا قال ابن عباس: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده. وهذا كلام في بيان العلاقة القوية بين القدر والتوحيد. فمن زعم أنه موحد لله عز وجل وكذب بالقدر، فإن تكذيبه بالقدر ينقض توحيده المزعوم، لأن المكذب بالقدر مكذب بعلم الله عز وجل، مكذب بخلق الله سبحانه وتعالى، مكذب بمشيئة الله عز وجل، ولا يكون توحيدا مع إنكار هذه الأوصاف. من هنا قال عبد الله بن عباس هذا القول المشهور عنه: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده. ثم قال المصنف رحمه الله: كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. يبين المصنف رحمه الله تعالى أن هاتين الآيتين نصت على قدر الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل خلق الخلق فقدر سبحانه وتعالى الأقدار، وأن أمر الله سبحانه وتعالى كان بقدر مكتوب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. هذا تكرار من المصنف رحمه الله تعالى في بيان خطورة الغلو في الخوض في مسائل القدر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق. قوله: والعرش والكرسي حق، يريد بالعرش عرش الرب سبحانه وتعالى المذكور في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام
ثم استوى على العرش. وتتعلق بالعرش مسائل. المسألة الأولى: العرش في اللغة يطلق على معاني، فيطلق على سرير الملك وعلى السقف وعلى الملك وغير ذلك. وعرش الله سبحانه وتعالى يحمل على المعنى الذي تقتضيه سياقات النصوص الوارد فيها، والمعنى المناسب له من معاني لفظ العرش هو سرير الملك. وقد وردت للعرش أوصاف، من المناسب أن تذكر في بيان المراد بعرش الله، وسأتطرق لها قريبا بإذن الله عز وجل. وقد عرف ابن كثير رحمه الله تعالى العرش بضم تلك الأوصاف لمعناه اللغوي، فقال في تعريفه: سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. وكلامه هذا رحمه الله كلام مناسب لبيان معنى عرش الله والتعريف به، لجمعه بين المعنى اللغوي المناسب للفظ العرش الوارد في القرآن، وبين الأوصاف الثابتة لعرش الله عز وجل. فالعرش وإن كان قد ورد في اللغة على معاني، فليس تعدد المعاني للفظ العرش في اللغة مانعا من حمله على المعنى المناسب لللفظ في موارده. ولو كان هذا مانعا لعطلت الكثير من الألفاظ الواردة في النصوص الشرعية، فكثير منها مستعمل في عدة معان في اللغة. فالحق إذن أن اللفظ الوارد في النصوص إن كان له في اللغة أكثر من معنى، فإنه يحمل على المعنى المناسب له في سياق الكلام الوارد فيه. ومن هنا نعلم ضعف شبهة معطلة لفظ العرش عن معناه الصحيح، إذ قالوا للمثبت للعرش: إن له عدة معان فأيها تريد، قاصدين بذلك تشكيك المثبت للمعنى الصحيح لعرش الله. والجواب عن هذا التشكيك سهل، وهو أن يقول القائل: إني أريد المعنى الذي دلت عليه النصوص الشرعية للعرش، وهو سرير الملك. ويقول: إن تعدد المعاني لللفظ الواحد لا يعني ترك اللفظ مهملا بلا معنى، بل إن تعددت المعاني لللفظ فإننا ننظر في المعنى المناسب لللفظ في سياقه فنحمل اللفظ عليه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة: وأما قولك العرش له سبعة معان والاستواء له خمسة معان، فتلبيس منك على الجهال وكذب ظاهر، فإنه ليس لعرش الرحمن الذي استوى عليه إلا معنى واحد، وإن كان للعرش من حيث الجملة عدة معان، فاللام للعهد قد صار بها في العرش معينا، وهو عرش الرب تعالى الذي هو سرير ملكه الذي اتفقت عليه الرسل وأقرت به الأمم إلا من نابذ الرسل. وقال رحمه الله في نونيته:
قالوا إذا قال المجسم ربنا حقا على العرش استوى بلسان، فسلوه كم للعرش معنى واستوى أيضا له في الوضع خمس معاني، وعلى فكم معنى لها أيضا لدى عمر، فذاك إمام هذا الشان، بين لنا تلك المعاني والذي منها أريد بواضح التبيان. فاسمع فذاك معطل هذه الجعاجع، ما الذي فيها من الهذيان؟ قل للمجعجع ويحك اعقل ذا الذي قد قلته إن كنت ذا عرفان. العرش عرش الرب جل جلاله، واللام للمعهود في الأذهان، ما فيه إجمال ولا هو موهم نقل المجاز ولا له وضعان. ومحمد والأنبياء جميعهم شهدوا به للخالق الرحمن، منهم عرفناه وهم عرفوه من رب عليه قد استوى ديان. لم تفهم الأذهان منه سرير بلقيس ولا بيتا على الأركان، كلا ولا عرشا على بحر ولا عرشا لجبريل بلا بنيان، كلا ولا العرش الذي انثل من عبد هوى تحت الحضيض الداني، كلا ولا عرش الكروم وهذه الأعناب في حرث وفي بستان، لكنها فهمت بحمد الله عرش الرب فوق جميع ذي الأكوان، وعليه رب العالمين قد استوى حقا كما قد جاء في القرآن. المسألة الثانية في مكان العرش. العرش على الماء فوق السماوات والأرض كالقبة عليهما، وهو سقف الفردوس. فدليل كونه على الماء قوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وقوله صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. والعرش لا يزال على الماء، فإن وكان عرشه على الماء لا تفيد أنه اليوم ليس كذلك. قال ابن خزيمة في كتاب التوحيد: ومعنى قوله وكان عرشه على الماء كقوله وكان الله عليما حكيما، وكان الله عزيزا حكيما. ثم ساق بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتاه رجل وقال: أرأيت قول الله تعالى وكان الله؟ فقال ابن عباس: كذلك لم يزل. فابن خزيمة يقرر هنا أن قول الله عز وجل وكان عرشه على الماء كقوله سبحانه وتعالى وكان الله عليما حكيما، فالله كان عليما حكيما ولا يزال عليما حكيما. فكذلك قوله تعالى وكان عرشه على الماء لا يفيد أنه كان ثم إنه اليوم ليس كذلك، بل هو اليوم على ما كان. وهذا الماء الذي العرش عليه ليس ماء البحر، إذ العرش مخلوق قبل السماوات والأرض. وابن خزيمة يرى أنه البحر الكائن فوق السماء السابعة المصرح به في حديث الأوعال. قال ابن خزيمة رحمه الله عن العباس بن عبد المطلب أنه كان جالسا في البطحاء في عصابة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيهم، إذ علتهم سحابة فنظروا إليها فقال: هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا: نعم، هذا السحاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمزن. فقالوا: والمزن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والعنان.
ثم قال: وهل تدرون كم بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا والله ما ندري. قال: فإن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان وإما 73 سنة إلى السماء التي فوقها كذلك، حتى عدهن 7 سماوات كذلك. ثم قال: فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال ما بين أظلافهن وركبهن كما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ظهورهن العرش بين أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء إلى سماء، والله فوق ذلك. قال ابن خزيمة: ورواه الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عبد الله عن الأحنف بن قيس قال: حدثني عباس بن عبد المطلب قال: كنا جلوسا بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث بمثل معناه، غير أنه قال: وفوق السماء السابع بحر ما بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء، وفوق البحر 8 أوعال. ثم قال: يدل هذا الخبر على أن الماء الذي ذكره الله في كتابه أن عرشه كان عليه هو البحر الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر، وذكر بعد ما بين أسفله وأعلاه. انتهى كلامه. هذا ما قرره رحمه الله، وهو مبني على ثبوت الحديث وفيه خلاف. ودليل كون العرش فوق السماوات والأرض وأنه كالقبة عليهما ما أخرج أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله عز وجل لنا، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، تدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا. وقال بإصبعه: مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. فهذا الحديث يفيد أن العرش فوق السماوات والأرض وأنه كالقبة عليهما. وأما دليل كونه سقف الفردوس فقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. سألة الثالثة في أوصاف العرش: العرش مخلوق من مخلوقات الله، خلقه الله قبل القلم وقبل السماوات والأرض. قال تعالى: وهو رب العرش العظيم. فالله رب العرش، وكل مربوب فإنه مخلوق. وأخرج أحمد عن أبي رزين قال: قلت يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق العرش بعد ذلك.
وفي كون العرش مخلوقا رد على الفلاسفة الذين زعموا كونه الخالق وأنه مع الله منذ الأزل. وقال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء، فدل على أنه مخلوق قبل القلم وقبل السماوات والأرض. وهو عرش عظيم كبير حسن بهي ثقيل ذو قوائم. قال الله تعالى: ورب العرش العظيم، وقال رب العرش الكريم، وقال صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. وقال ابن عباس: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. فهذه النصوص كلها في بيان عظمة العرش وحسنه. قال ابن كثير: قالها هنا ورب العرش العظيم يعني الكبير، وقال في آخر السورة رب العرش الكريم أي الحسن البهي، فقد جمع العرش بين العظمة في الاتساع والعلو والحسن الباهر. ولهذا قال من قال: إنه من ياقوتة حمراء. ودل على ثقل العرش قوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قال ابن تيمية رحمه الله: فهذا يبين أن زنة العرش أثقل الأوزان. وقد ثبت ما يدل على أن للعرش قوائم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تخير بين الأنبياء وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فأفيق فأجد موسى متعلقا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أجزي بصعقة الطور أو أفاق قبل. فهذا يدل على أن للعرش قوائم. وهذا مما رد به ابن كثير في مواضع على من قال إن العرش كالكرة، ومن ذلك قوله: وليس بكرة. قال ابن كثير: وليس بكرة كما يزعمه كثير من أرباب الهيئة، وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله الملائكة، وهو فوق العالم مما يلي رؤوس الناس. انتهى كلامه. ومن أهل العلم من قال إن العرش من ياقوتة حمراء. قال ابن كثير: وقال بعض السلف: العرش من ياقوتة حمراء. وقال ابن كثير في موضع آخر: وقال إسماعيل بن أبي خالد: سمعت سعدا الطائي يقول: العرش ياقوتة حمراء. المسألة الرابعة: العرش لا يفنى اتفاقا. العرش من ضمن المخلوقات التي لا يشملها الفناء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: والعرش والكرسي لا يفنيهما أيضا وإنهما لمخلوقان. وقد سئل شيخه ابن تيمية رحمه الله عن حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة لا تموت ولا تفنى ولا تذوق الفناء.
النار وسكانها واللوح والقلم والكرسي والعرش، فهل هذا الحديث صحيح أم لا؟ فأجاب رحمه الله تعالى أي شيخ الإسلام: هذا الخبر بهذا اللفظ ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام بعض العلماء، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك، ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم، وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة وأئمتها، كما في ذلك من الدلالة على بقاء الجنة وأهلها وبقاء غير ذلك مما لا تتسع هذه الورقة لذكره. وقد استدل طوائف من أهل الكلام والمتفلسفة على امتناع فناء جميع المخلوقات بأدلة عقلية، والله أعلم. إذن شيخ الإسلام هنا ينقل اتفاق السلف على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى، ومن ذلك العرش. مسألة الخامسة: في أدلة كون للعرش حملة وبيان عدده، قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقال تعالى: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. فهذه النصوص تفيد كون للعرش حملة، وقد اختلف أهل العلم في عددهم، والذي عزاه ابن الجوزي للجمهور أنهم اليوم 4 ويوم القيامة يكونون 8. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وجاء في الحديث أنهم اليوم 4، فإذا كان يوم القيامة أمدهم الله بأربعة أملاك آخرين، وهذا قول الجمهور. انتهى كلامه. والحديث الذي أشار إليه ابن الجوزي هو ما جاء عند الطبري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمله اليوم 4 ويوم القيامة 8. ولكنه حديث ضعيف على ما بين عدد من أهل العلم. وجاء عند أحمد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق أمية في شيء من شعره فقال: رجل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى وليث مرصد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. وقال: والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد، تأبى فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فهذا الحديث فيه ذكر 4، فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لقول أمية: رجل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى وليث مرصد. فهذا فيه إقراره
له على ما قال، وهذا فيه ذكر أربعة ملائكة، والآية فيها ذكر ثمانية، فقالوا اليوم يحمله أربعة كما في هذا الحديث، وفي القيامة يحمله ثمانية. وقد مال إلى هذا القول ابن كثير في تفسيره، حيث قال في تفسير قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين آمنوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، قال يخبر تعالى عن الملائكة المقربين من حملة العرش الأربعة ومن حوله من الكروبيين بأنهم يسبحون بحمد ربهم، أي يقرنون بين التسبيح الدال على نفي النقائص والتحميد المقتضي لإثبات صفات المدح، ويؤمنون به أي خاشعون له أذلاء بين يديه، وأنهم يستغفرون للذين آمنوا أي من أهل الأرض ممن آمن بالغيب، فقيض الله سبحانه ملائكته المقربين أن يدعوا للمؤمنين بظهر الغيب، ولما كان هذا من سجايا الملائكة عليهم الصلاة والسلام كانوا يؤمنون على دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب، كما ثبت في صحيح مسلم إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله. قال وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن محمد إلى أن قال عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أمية في شيء من شعره فقال رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق. قال ابن كثير وهذا إسناد جيد، وهو يقتضي أن حملة العرش اليوم أربعة، فإذا كان يوم القيامة كانوا ثمانية كما قال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. إذن جمهور أهل العلم على أن حملة العرش اليوم أربعة، للحديث الذي فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأمية فيما ذكر في شعره، وذهب إلى أنهم اليوم أربعة ويكونون يوم القيامة ثمانية للآية، وممن ذهب إلى هذا ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونكمل بإذن الله عز وجل في الدرس القادم.